السلام عليكم. اليوم نرحب بالليزافيتي تاعنا، نرحب بالكاتب تاعنا عبد اللطيف ولا عبد الله. تما اليوم غادي يكون تدشين للنادي الادبي الطبق السفلي، غادي تكون اليوم اول لقاء وان شاء الله ما يكونش تالي. اذا عندنا ضيف الحلقه هو لقاء مع الكاتب عبد اللطيف ولا عبد الله. تما الكاتب من ولايه مستغانم، من مواليد 1988، مهندس معماري متخرج من جامعة مستغانم، وعنده عدة أعمال أدبية، من بدءا بمقالات نشرها في مجلات عربية إلكترونية وكتب وروايات، أولها خارج السيطرة خرج 2016 ونال جائزة علي معاشي في 2018. والإنتاج الثاني هو رواية التبرج اللي خرجت في 2018، والعمل الأخير وهو عين حمورابي الذي خرج في 2020 وترشح إلى جائزة الرواية العربية بوكر 2021. إذا منشوف مشوارك المهني والكاتب، أنا شخصيا نتساءل، نقول بأنك إنسان كومون بابلي اون بيرسون بوليمات، بمعنى إنسان يتحكم في عدة مجالات منها علمية وأدبية وفنية، فيش رأيك في هذا الأمر؟ اولا وقبل كل شيء نشكر اعضاء نادي بوتشافت على هذا العمل الجيد، وابارك هذا التدشين نادي طابق السفلي النادي الادبي. ثم لنعرج على سيرتي الذاتيه لنتطرق الى سؤالك فيما يخص تعدد الاختيارات سواء كانت فنية أو فكرية أو عملية. هي اختيارات تأتي مع تجارب الحياة، تأتي مع قراءات، تأتي مع كل شيء، باختصار تجارب الحياة هذه فيها كل شيء، فيها قراءة، فيها عمل، فيها بيئة اللي عايشين فيها، فيها كل هذه الأمور تتضافر لتخلق الإنسان. وأيضا نفسية الإنسان أيضا تلعب دور. أنا من الناس اللي أمنوا بالقدر، اللي أمنوا باللي كاينة حاجة قوة خفية تدفع الإنسان إلى منطقة ما، أو إلى توجه إلى مجال ما. فقبل 10 سنوات لم أكن أتخيل أنني سأصير كاتب، لم أكن حتى أتخيل وليس أفكر حتى أتخيل. لو نرجع 15 سنة إلى الوراء لم أكن أتخيل أنني سأصبح على ما أصبحت عليه اليوم. هي خيارات نتخذها عبر الوقت، قناعاتنا تتغير، كل شيء يتغير مع الزمن. هذه أمور التي لا نستطيع أن نتحكم فيها. شكرا على هذا التدخل، أنت ما عطيتنا نبدأ على شخصك. سؤال اللي يجي في بالي ونظن يجي في بال الحاضرين معنا، كيفاش تبدا مشوارك الادبي؟ كيفاش تجاتك فكره باش تبدا تكتب روايات ولا اي عمل ادبي؟ لا لا، الكتابه بالنسبه لي كانت اكتشاف منذ زمان، منذ سنوات الطفوله. فكنت نقرا في التحضيري، المعلمة التي كانت تدرسنا كافأت 3 متحصلين عن 3 مراتب الأولى، كل واحد أعطاتها قصة. أنا أول قصة تحصلت عليها في حياتي هي قصة سيدنا نوح، قصص قصيرة، قصص للأطفال، مخصصة للأطفال ما دون 12 سنة. وتلك القصة حالما وصلتني تلك القصة التهمتها التهاما، فاكتشفت ذلك النهم الأدبي، النهم في قراءة النصوص. وللأسف الشديد انقطعت. كنت أكتب تعابير جيدة في التحضيري، ولكن للأسف الشديد البيئة تؤثر على الإنسان، فانقطعت تماما عن الكتابة، ولم يشر أحد إلى أنني أمتلك موهبة أو أي شيء. فكل شيء مر مرور الكرام، لأننا في الجزائر عندنا بزاف طاقة سلبية، عندنا بزاف الناس الانهزاميين، عندنا الكثير من الأمور التي تحبط الفرد لكي لا ينجز ما يريده أو ما يناسب ميولاته الفكرية.
إذن مع مرور السنوات عندما صعدت إلى الجامعة بدأت أكتب في مذكرة، والشيء الذي دفعني إلى الكتابة هو قصة حب، نعم، وفتاة، تعرفت إلى فتاة، وهي قصة حزينة ليست قصة جميلة، ولكن كنت في غرفة، تخيلوا غرفة فيها متر على متران، لا متر وعشرون، متر وعشرون على متران وخمسين. إذن تدخل للغرفة، سرير على الجهة اليمنى، ونافذة وطاولة وكرسي فقط، لا يمكنك التحرك يمينا أو يسارا. إذن فمعظم الوقت الذي قضيته في الإقامة الجامعية أستمع إلى الموسيقى الإسبانية، لأن كان عندي مذياع فقط يلتقط الحصص الإسبانية، وأيضا كان عندي مذكرة ورثتها، وليس مورثها، أهداها لي الوالد. فالوقت الفراغ بدأت أكتب مع ذاك اللواعج المشاعر واللواعج الشعور، بدأت أكتب بالدارجة، تخيلوا بالدارجة، لم أكن أملك حتى أدوات الكتابة، كنت أكتب بالدارجة، وكتابة ركيكة جدا. عندما قرأتها بعد سنوات اندهشت من 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 انتقال من وإلى، ولكن حتى الكتابة بالدارجة أعطتني نوع من التحرر، نوع من الرغبة في الاستمرار، نوع من اللذة. هذه اللذة لم أكتشفها بعد، لم أفهم ذاك العمل وذاك الشعور إلا بعد تخرجي من الجامعة، وبدأت أقرأ الكتب وأطالع الكتب. أيضا صدفة، التقيت بها صدفة، هناك فتاة أو زميلة أهدتني كتاب، فقرأت، طلعت عليه في أوقات الفراغ، ومن ثم بدأت مع جبران خليل جبران وكتب الكبار، ثم قلت لماذا لا أحاول الكتابة. وبالفعل حاولت وكتبت قصة قصيرة، شاركت بها في مسابقة في معسكر، نلت جائزة، مجموعة من الكتب أيضا، ومن ثم بدأت رحلتي مع الكتابة. هذا شيء جميل، زعما نشوفوا طالب، كنت طالب وكان عندك طموح في المجال الأدبي، مهما كانت الدراسة تاعك في المجال، كما نقولوا في المجال العلمي، لهذا ما منعكش باش تروح باش تجرب تجربات أخرى باش تزيد في رصيدك المعرفي والفني. سؤال آخر، كيف ترى المجال الأدبي في الجزائر عموما وفي مدينة مستغانم خصوصا؟ قبل ما أجيب عن السؤال، عندي فقط نقطة فيما يخص السؤال الأول. الشيء الذي دفعني أنا خصيصا إلى الكتابة هو حب الفن، لأنك عندما تستمع إلى قطعة موسيقية تعبر عما في داخلك، فإن ذلك يدفعك إلى التساؤل، لماذا لا أشارك في هذا الجمال؟ لأن الفن لا يقتصر فقط على الموسيقى، فعندما نقرأ قطعة أدبية جيدة فإننا أيضا نستريح نفسيا. فذلك التفكير في أن أشارك، لم أعرف أنني سأصير روائي، ولكن التفكير في المشاركة في صناعة الجمال، في صناعة شيء يخلق حالة نفسية كما خلقتها لي تلك الأعمال التي استمعت إليها أو شاهدتها في التلفاز أو قرأتها على الكتاب. إذن هذه الدهشة عند الإصغاء إلى الفن أو عند تذوق الفن، فتساءلت هل يمكنني أن أكون جزء من هذا العالم المدهش، هذا العالم الجميل؟ هذا هو التساؤل الأهم الذي دفعني إلى دخول الأدب بصفة خاصة والفن بصفة عامة. فيما يخص الشطر الثاني أو السؤال الثاني، فيجب أن ألوه بحيوية وأهمية النوادي الفكرية والنوادي الأدبية، مهمة جدا جدا في تكوين الكتاب والمخرجين والفنانين إلى غير ذلك، لأن الاجتهاد الشخصي هو اجتهاد جيد، قد يدفع المرء إلى كتابة أو إلى إنتاج شيء أدبي، ولكن الاندماج وسط الفنانين، والاندماج في 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 النوادي وإلى غير ذلك،
هناك نوع من الطاقة في هذه النوادي، نوع من التلاحم، نوع من الشيء يدفعك إلى أن تشارك، إلى أن تكون جزء من مجموعة فنانة أو ما غير ذلك. النوادي أنا كفرد انطلقت من نادي وحي القلم ونادي البيان، هما هذان الناديان احتضنانني قبل أن أصير كاتبا. التقيت بأناس شجعوني على الكتابة، والتقيت أيضا في نفس النادي بأناس فبطوا عزيمتي، قالوا لي بالحرف الواحد لا تملك الموهبة، اقرأ فقط. ولكن في العموم الجو الذي يحيط بنا داخل النوادي وداخل الجمعيات هو جو إيجابي، لأننا نجتمع على شيء ما، نجتمع على 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 أعمال فنية، نجتمع على شيء منتج. نحن لا نجتمع فقط لنقاش الأشياء المادية، وإنما نجتمع لنناقش أفكار، لنناقش أشياء تهم الفن وتهم الفكر عموما. النوادي في مستغانم للأسف الشديد تفتقر إلى لا تفتقر إلى النوادي ولا تفتقر إلى الجمعيات. هناك نوادي، هناك جمعيات. الشيء الذي تفتقر إليه الجمعيات والنوادي هو روح التجديد، هو الشجاعة. لأنك عندما تنشئ نادي وتسميه مثلا، تعطيه اسم معين متداول، وتقوم بنفس النشاطات، تجتمع من أجل الاجتماع فقط، هنا ما غاديش نقدموا الإضافة. لازم يكون الإنسان، لازم يكون النادي عنده أهداف بعيدة المدى، أنك تخرج ناس، أنك تخرج موسيقيين، تخرج كتاب، تخرج وما إلى غير ذلك. مستغانم فيها النوادي، ولكنها نوادي شكلية، نوادي شكل بلا مضمون، نوادي قريبة من الفولكلور، قريبة من الجلسات الاحتفالية فقط. لا نجد فيها ذلك الروح، ولا نجد فيها ذلك النهم للفن، لا نجد ذلك الصدق الحقيقي الذي يدفع المرء لأن يشارك زملائه في شيء ما، فقط محضر من أجل الحضور فقط. هذا الشيء الذي قتل الجمعيات، وأيضا هي أيضا سياسات، هي سياسات منتهجة من طرف الدولة أو من طرف أعضاء في مؤسسات حكومية أو إلى غير ذلك. ولكن الشيء الأكيد الذي يجب أن نكون متأكدين منه أنه يوجد طاقات متشتتة في مستغانم أو الجزائر عموما. في حي واحد قد نجد مبدعان أو ثلاثة مبدعين من الطراز الرفيع، يمكن أن يصلوا إلى العالمية، ولكن هو محاصر بعائلته، محاصر بأفراد حيه، محاصر بزملائه في الجامعة. تخيل محيطك لا يقرأ، محيطك عندما يراك تحمل كتاب يقول لك ماذا تفعل. إذن محيطنا سلبي جدا، سلبي إلى درجة مقيتة. وهذه النوادي هي متنفس، النوادي والجمعيات الثقافية متنفس حقيقي، ليس للمثقف وإنما للمجتمع. حقيقة كلام في الصميم. تاني بغيت نسألك سؤال آخر بما يخص النوادي، وخاصة في النوادي مثلا قبل جمعية بوتشافت اللي راكم تشرف عليها كرئيس، والنادي المتعلق بالنادي السينما، وحاليا من النادي الأدبي. إذن السؤال متوجه من جانب الفني، نخرج من جانب الأدبي نروح من جانب فني آخر وهو السينما. السؤال يقول ما هي قصتك مع السينما؟ السينما كغيري من الجزائريين، أنا كجزائري ككل الجزائريين، في الصغر شاهدنا كابتن ماجد وسيمبا وإلى ما ذلك، كبرنا مع الشاشة، عندنا حد أدنى من الثقافة السينمائية. ولكن مع دخول الهوائيات المقعرة لبارابول، مع دخول هوائيات مقعرة ودخول القنوات الأجنبية، اكتشفنا عالما جديد. هناك أفلام كل سنة تصدر، وأنا في مرحلة الثانوية وخصوصا في مرحلة الجامعة كنت أملأ جدران إقامة الجامعة بممثلين توم كروز، توم هانكس. كنت معجب بالأفلام وبالممثلين، ولكن
ولكن هذاك ذلك العمق لم اكتشفه الا في نادي السينما معسكر سيني كلوب ماسكارا. باش تعرفوا الفرق بين السينما والسينما الحقيقيه، هناك سينما التي يشاهدها الجمهور عامه وتعرض على قنوات تلفزيونيه وتعرض في الاشكاك ودور سينما، وهناك السينما الحقيقيه. هذه السينما الحقيقيه لا تصل بسهوله الى المشاهد، واذا وصلت الى المشاهد لا يستقبلها. لماذا؟ كالفن تماما. فعندما تستمع الى اغنيه مبتذله، تلك الاغنيه ربما لها شعبيه اكبر، ولكن عندما تكون ربما كن روح ام كلثوم ولا روح الروح لعبد الوهاب دكالي، ولا الشعبيه ستنقص، ليس كاغاني اخرى من نوع اخر. نفس الشيء بالنسبه للسينما. للسينما اكتشفت السينما الحقيقيه عند خراطي في نادي السينما معسكر. شاهدت عده افلام بالابيض والاسود، اكتشفت بدايات السينما. السينما ليست فقط مشاهد تتحرك، السينما اكثر من ذلك. السينما هي افكار، هي 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 مظاهرة ضد السلطة، هي صوت المهمشين وما إلى غير ذلك. نظن أنا حد الآن الذي شاهدته لا يتجاوز 0.01 من الأفلام الرائعة في العالم. نعم، كنبدو لأن السينما إحنا اللي نعرفوا السينما غير 1960، من روش 60 غير 1970 حتى الى يومنا هذا. ولكن السينما الحقيقيه، السينما الوقت التي ازدهرت فيه السينما من 1900 حتى 1898، بدايه السينما الحقيقيه، بدايه الاكتشافات العظيمه في السينما مع عده مخرجين. شكرا على الجواب. في الحقيقه من نشوفوا عبد اللطيف يبهرنا بالاعمال تاعو في المجال الادبي ولا في المجال الاخر، حتى في الذوق السينمائي ذوق رفيع جدا، وكانت لنا فرصه باش نهضروا على بعض الافلام. في الحقيقه كل من نهضروا على الافلام نستمتع ونكتشف امور جديده، وهذا شيء جميل. سؤال اخر، ونظن بعد كنا نخلوا الكلمه للحضور تاعنا اللي عندهم بعض الاسئله. ما هي النصائح ينجم يعطيهم لنا عبد اللطيف لكاش كاتب او كاش انسان عنده طموح في البدايه في المجال الادبي وفي الكتابه خاصه في الكتابه ولا المجال الادبي ولا حتى الفني؟ افضل ان اتكلم عن المجال الفني افضل لاكون اكثر تعميما، لان قد يكون هناك من لا يهتم بالكتابه ولكن يهتم بالسينما ويهتم بامور اخرى. اذا افضل ان اكون اعمم. أنصح الشباب وكل أو أي شخص لديه طموح في مجال فكري أو فني معين أن يحيط نفسه بأشخاص أو بأشياء توجهه إلى ما يحب. عندما أقول أشخاص، نوادي فكرية، أشخاص مفكرين وما إلى غير ذلك، نجدهم في النوادي والجمعيات. ولكن عندما أتحدث عن أشياء فالأشياء هذه هي كتب. علينا أن نختار صحبتنا لأن عندنا مثل شعبي قديم يقول لك الصحبة تردي، الجرب يعدي والصحبة تردي. إذن قل لي شكون صاحبك نقول لك شكون أنت. إذن هذه الأمثال الشعبية أيضا لها أهميتها في, 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 في الحاضر. أنا الشيء اللي نقوله لأي إنسان ولا كاتب ما راه حاب يكون كاتب في المستقبل، أنه يقرأ الأعمال الجيدة والرديئة، يقرأ كل شيء ويحاول ثم يحاول، ولا يستمع إلى محيطه، لأن محيطنا سلبي جدا جدا جدا، لا يحفز لا على الكتابة ولا على ممارسة أي شيء، حتى السياسة لا يمارس محيطنا، لا يشجع على الأشياء الجيدة. نحن في بلوعة كبيرة، في عتمة، أتمنى أن يخرج من بيننا أشخاص من هذه العتمة، هذا ما أتمناه. شكرا عبد اللطيف. ندور للحاضرين معنا، اللي عنده كسؤال والتدخل يتفضل. السؤال هو عبارة عن سؤالين في سؤال واحد. أولا، قرأت الرواية، سنحوس نعرف علاقة العنوان
بالرواية، عنوان رواية تاريخية، شخصية تاريخية حمورابي بالرواية، والاسم تاع الشخصية حمراس. ما هي علاقة شو الاسم اسم الشخصية، اسم البطل والعنوان كذلك. الرواية اسم الرواية أو عنوان الرواية عين حمورابي هو نسبة إلى قانون حمورابي، قانون تشريعي لحمورابي. هناك قانون العين بالعين والسن بالسن، وعندك جرح جرحتك فبالمقابل ستجرح آخر، الروح بالروح. إذن هذا قانون سنه حمورابي في بابل، حضارة بابل. البطل اسمه حمراس. اشتقيت، حاولت أن أجد اسم يرتبط بحمورابي، لأن البطل حمراس يرجع إلى قريته من أجل انتقام، ينتقم من الأشخاص الذين اغتصبوا زوجته وولديه. فهناك نوع معين من الرابطة، عين حمورابي هي عين، وكأن عين حمورابي يضع عينه على المغتصب، حمراس يضع عينه على المغتصب، وأيضا عين السلطة. إذا العنوان عتبة للنص، ولكن قادر أنا نقول لك تفسير، جي قارئ يقول لك عدة تفاسير أخرى، هناك تأويلات كثيرة، وأنا خليتها مفتوح، ما بغيت ندير عنوان يكون محصور ضمن إطار محصور، خليته مفتوح، لأن العين عندها عدة دلالات في الآخر. ولكن حمورابي أيضا، حمورابي هو أول من سن قوانين تشريعية لحكمة الآخر. احنا نعرفوا غير العين بالعين، ولكن هناك تشريعات كثيرة 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 سنها حمورابي. السلام عليكم، وعندي سؤالين. السؤال الأول هو، وش هو الدافع والحافز اللي خلاك تختار الرواية وتكون روائي؟ أما السؤال الثاني، هل الكاتب يقد يعيش من خلال كتابته، أسكو قد يأكل ويعيش من خلال كتابة؟ هذا هو السؤال. شكرا على السؤال أخي. فيما يخص السؤال الأول، لماذا اخترت الرواية؟ الرواية هي فقط تناسب شخصيتي وتناسب استعدادي الفطري. أنا كشخص عادي في حياتي اليومية، فأعتمد كثير، أقدر كثير الأشياء التي لا يقدرها الآخرون. أنا أقدر الأحلام، أحلم كثيرا، عندي أحلام كثيرة. أحلامي، بعض أحلامي أبثها في ليس الأحلام التي نراها في المنام، وإنما أحلام اليقظة، الأحلام والطموحات. هذه الأمور أبثها في الرواية، لأن الرواية حمالة لكثير من الهموم، وحمالة لكثير من الأساليب. الرواية تسع كثير من الأشياء. أنا كروائي، كإنسان حالم، كإنسان يقدر الوهم الذي يغلفنا عن صعوبة الواقع، الوهم الذي يقودنا، الذي يحمينا من البؤس، هو الخيال. الخيال مفيد للإنسان. لذا اخترت الرواية، لأن الرواية أنا شخصيا أرتاح في كتابة الرواية، وأجد صعوبة في كتابة المقال، وأجد صعوبة في كتابة ربما أشياء أخرى. أما فيما يخص الشطر الثاني، السؤال الثاني، في الكتابة نعم، هنا قبل ما نهضروا على الكاتب، هل يستطيع أن يعيش من خلال كتاباته؟ هنا لازمنا نهضروا على منظومة، هذه المنظومة منظومة ثقافية. احنا عندنا في الجزائر، هذه احصائيات داروها مقبل، قال لك باللي في الجزائر عندنا الجزائري يقرا ربع صفحه في السنه، بالمقابل في انجلترا 50، تجد شخص معين. معدل القراءه في اوروبا، ماشي اوروبا كامل، ولكن في انجلترا وامريكا 50 كتاب في السنه. هذا معدل، ليس حد اقصى ولا ادنى، هذا معدل قراءه 50 كتاب. وفي في 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 اليابان ايضا، اليابان حتى 60 حتى 70 كتاب في السنه. اليابان يستهلكون الكتب مثل ما يستهلكون الهواء. اذا هناك ايضا نفتقر الى المكتبات، نفتقر الى المساحات الثقافيه،
وإن وجدت هذه المساحة الثقافية فهي تسيس، نجد تقام فيها انتخابات، تقام فيها أمور لا علاقة لها مع الثقافة، لا نملك أيضا ساحات حرة نضع فيها تظاهرات ثقافية. إذن هناك منظومة نشر استيراد الكتاب أو استيراد أو استهلاك، وهناك عدة أمور. الكتاب لا يصل أصلا إلى القارئ بطريقة سهلة، وما بالك بالمقروئية في الجزائر. إذن المقروئية في الجزائر موجودة، لكي لا نكون مجحفين، هي المقروئية موجودة، ولكنها ليست في ذلك الكم الذي نتحدث فيها عن مقروئية حقيقية. هناك مقروئية ولكنها محتشمة جدا، مقروئية قليلة، هنا فئة مقارنة مع مع ما وصلت إليه الجزائر من 45 مليون نسمة، قد لا تجد ربع مليون نسمة تقرأ. وإذا وجدت ربع مليون نسمة تقرأ فنحن في فيعد هذا إنجاز. أولا نشكر جماعة بودشافت دي بودشافت على الدعوة الكريمة. أولا الكاتب ولد عبد اللطيف التقينا صدفة في مكتبة أول مرة، وثانيا قرأت له عملين، التبرج وخيال السيطرة، وكتبت له مقال ونولت أيضا ملاحظاتي حيال رواية التبرج. وهنيه أيضا بلوغ روايته الثالثة عين حمراء بالقائم القاسم البوكر. ثانيا الكاتب ولد عبد الله له أدوات سردية قوية جدا، هذا ما لاحظته من خلال قراءاتي. أنت سألت عن كيف أصبح كاتبا. جون بول سارتر يقول nous sommes tous les enfants de la lecture، نحن كلنا أبناء القراءة، أي أن كل البشر له قصص، أو on a tous des choses à raconter، ليس لنا كلنا لدينا ما نروي قصص حياتنا أو شيء آخر، ولكن ليس الكل متاح له فرصة ترجمة حكايات إلى كتاب، لأن كتاب الرواية يحتاج إلى لمسة فنية الجمالية. وعندي سؤال، ما بعد البوكر أو قبل السؤال، في الجزائر نلاحظ غياب ثقافة القراءة، فلم نسمع يوما ما شخصا استشهد وفي بيته والمكتبة تنهار على رأسه. نحن نجدد الأواني نجدد، ولكن في أنا في اعتقادي أن نفتقد ثقافة اقتناء الكتب. في المنازل تجد يملكون كل شيء، يقتنون كل شيء، ولكن الكتاب آخر اهتمامهم بداعي غلاء الكتب، وهذا ليس صحيح، لأن قد تجد شخصا il dépense sur la cigarette على السجائر أضعاف والأضعاف ثمن الكتب. والسؤالي عن رواية حمورابي، هل لديك طلبات ترجمة أو اقتباس أو طلبات اقتباس إلى فيلم أو عمل مسرحي؟ وهنيئك مرة ثانية ولا طول عليكم. ما قبلنا نخليك تجاوب عبد اللطيف، نرحب اللي شرفنا بحضوره بالقاسم موزوش لنا على الحضور القيم تاعو، جسباغ ان شاء الله تكون عندنا ثاني حصه نتلاقاو فيها. في نفس المناسبه نحيي بياسين عدى بن يوسف على نيلو جائزه معاشي 2021، وان شاء الله يكون هذا بدايه لمشوار طويل، ومتكونش هذه برك الجائزة الوحيدة الأولى والوحيدة اللي تنالها إن شاء الله. تفضل عبد اللطيف. شكرا، أعيد تهنئة ياسين بنيله جائزة علي معاشي في الشعر، وأرحب بصديقي والروائي بالقاسم مغزوشن الكاتب الكبير الذي أعتز بصداقته كثيرا. في الحقيقة من بين الأشخاص الذين
الذين سيروني أو تسايرنا معا في مسيرة الأدبية هو بالقاسم مغزوشن. كنا دائما نلتقي في المقاهي حينما تحدثت عن, عن, عن الكاتب عليه أن يحيط نفسه بأشخاص يملكون نفس الطموح, أو على الأقل إنسان إذا لم يطور مهاراته فإنه سيستفيد من هؤلاء. إذن بالقاسم مغزوشن كان من بين هؤلاء الذين استفدت منهم, وكان وحصل لي شرف قراءة مخطوطه كارل ماركس الذي لم يصدر بعد. وهناك عدة أمور مشتركة بيننا لا يسع المقام ذكرها الآن, ولكن لكي أجيب فقط على 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 سؤاله حول ترجمة عمل عين حمورابي, فبالتأكيد تلقيت عدة اقتراحات, ولكن دائما يبقى المشكل في دول النشر العربية. دول النشر العربية هي لكي لا نضع أصابع الاتهام فقط على جهة معينة, المنظومة العربية وليس فقط دول النشر العربية, المنظومة العربية. احنا لا نملك وكلاء أدبيين. أنا قبل أن أتعامل مع الناشر من المفترض أن يكون عندي وكيل أدبي. الوكيل الأدبي هو من يقدم عملي, وهو من يقرأ العقد, وهو من يقوم بتقديم العقد وقراءته ومراجعته. أنا ككاتب لست لا أستطيع أن أتكفل بجميع مراحل النشر. أنا علي أن أكتب وأن ألتزم بما أكتبه. إذن فجاءتني عدة عروض, من بينها إيطاليتان, وحدة دار نشر نشرت لعدة روائيين, ومن بينهم ذاك السوداني, روائي سوداني أمير تاج السر. نعم, دار نشر التي نشرت له أرادت أن تنشر لي عملي, ولكن دائما هناك سوء تفاهم ما بين دور النشر. دار النشر أيضا جاءتني أيضا مترجمة إيطالية أخرى, قالت لي أترجم لك عملك. هي تترجم الديوان الإسبرطي الآن, وستترجم عملي ما وراء الديوان الإسبرطي. وفيما يخص ترجمات إلى لغات أخرى, على سبيل المثال الإيرانية, اللغة الفارسية, فليكن في علمكم أن الدول الفارسية لا تقبل الروايات, عندها مقاس معين من الروايات. روايتي لا يمكنها أن تنشر في إيران. أخبرني الناشران أن روايتي لا يمكن نشرها في إيران, وإنما خارج إيران أنشرها باللغة الفارسية, ولكن خارج إيران. وهنا إشكال. أسباب ثقافية؟ نعم, أسباب سياسية. لا أسباب أسباب عقائدية ثقافية. هناك عدة أشياء, لأن كنت تقول أسباب عقائدية, لا تقدر أن تفصل العقيدة عن المجتمع, لا تقدر أن تفصل العقيدة عن السياسة, ولا السياسة عن العقيدة. كل شيء متداخل, كل شيء متشابك في دوامة لا تنتهي. حاليا سيترجم فصل منها في مجلة بانيبال, مجلة بانيبال المختصة في الأدب. أما فيما يخص العروض فهناك عروض ولكنها لم تكن رسمية. الشيء الذي تحتاجه الرواية الآن أن يأتي حسب ما قال الناشر, أن تراسله دار نشر أجنبية, تراسل دار نشر التي نشرت لي, أن تراسله من أجل ترجمة العمل. والأهم إلى الإنجليزية. ولكن دور النشر في العالم ليست مهتمة بالأدب العربي, لنكون واضحين, ليست مهتمة بالأدب العربي. حتى المترجمة الإيطالية قالت لي أن ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإيطالية لا تلقى الإقبال الكبير الذي نحن ربما نتخيله, لأن الغرب عنده نظرة مسبقة على الكتاب العرب. أو هناك إشكال آخر, أغلب من ترجم لهم من الكتاب العرب هم كتاب تحت مظلة السلطة, لذلك تترجم الأعمال الرديئة, فاعتادوا على الرداء في رأيي هذا. ولكن تبقى دائما صعوبة التنسيق, ما زلنا لم نبلغ ذلك المستوى من الاحترافية في دور النشر أو في حتى في وكالات أدبية, لم نبلغ ذلك المستوى. السلام عليكم. أولا مبارك لنا
جميعا جمعية بوتشافت على هذه المنصة الأدبية الثقافية الجديدة، وكما أبارك وأتمه المجهودات لشخصيا عبد اللطيف والعبد الله وجمعية بوتشافت لأنها تسعى جاهدة إلى بث وجعل مستغانم منارة ثقافية. إذن رواية حمورابي عين حمورابي لم يتسنى لقراءتها بعد، لكن الرواية حسب تقرير بوكر تكلمت شخصيا في فيديو على أنه هذه الرواية تحاول أن تتخلص من الحدود، تخلص من الحدود التي بين البلدان. ثانيا حسب القراءة التي أنا قرأت رواية خارج السيطرة، تحاول هندسة الرواية، أنه كل رواية تكتبها تحاول تهندسها، الهندسة من الألف الياء. هناك نوعين من الكتاب، أولا الكاتب الذي يهندس روايته يكتبها يخطط لها من الألف الياء، وكان الكتاب النوع الثاني اللي يكتب يخلي الكيت اللي يخلي الرواية تكتب نفسها بنفسها. هذا النوعين من الكتاب. السؤال هو هل الرواية عندها علاقة كبيرة أو علاقة وطيدة بالذات؟ يعني هل يمكن فصل الذات عن الكتابة وفصل الذات عن الرواية؟ لأنه هناك تيارين، تيار يقول باللي أنا من 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 الناس من الدعاة اللي يفصلوا الذات عن الكتابة، وأنا شخصيا لا أؤمن بهذا، مستحيل أن الواحد يفصل ذاته عن الكتابة. وش رأيك فيما يخص هندسة الرواية أو كتابة الرواية بطريقة عفوية؟ شخصيا عندما كتبت عين حمورابي كانت عندي فكرة فقط عامة، فكرة الحدود، فكرة التطرف الديني، العنف المقدس. هذه الأمور كانت أفكار عناوين عريضة في مخيلتي، فوضعتها على الورق ثم بدأت أطور الفكرة. ولكن عند كتابة العمل لم أضع مخطط، وإنما وضعت مخطط تفصيلي لخريطة الموقع. وخريطة الموقع الذي وقعت فيه الرواية هي موقع متخيل كما ما كان دو تاع غابريل غارسيا ماركيز. ولكن الفرق بيني وبين غارسيا ماركيز أني رسمت الخريطة، جسدتها، يعني تقدر تتابع مسيرة البطل. وضعت حارات، دوار سيدي المجدوب، دوار سيدي الحراك، بينتهم الحدود، بينتهم الألغام، نهر الحور، معبر تعنا، معبر حسون، غابة الحور، أكفهم شغل كي تشوف خريطة ما حتى الخريطة هي لو كان تقرأ تعرف كي تكون عندك الأدوات باش تقرأ الخريطة، لأن الخريطة ثانية عندها أدوات. هو جسد مرأة، أنا في ميزك على سميتها غابة الحور، على سميتها عانة الحور، غابة الحور نسبة إلى العانة، عانة المرأة. الآخر البحيرة الحور هو الماء، الحياة. المعبر هو معبر هو الطريق الذي التناسلي، هو الجهاز التناسلي. إذن نام الأرض هي الأم، جبل أمجر وجبل الآخر هما فديان. إذن أنا باش نقولها لك صراحة، أنا عندما رسمت خريطة خممت هكا، أنا كانت هذه الصورة المتخيلة في رأسي. الخيال دفعني إلى ارتكاب أمور إجرامية. البعض يراها إجرامية، ولكن أنا الإحساس تاعي قادني باش نرسم هذه الخريطة. وما حتى في كتابة الرواية، أثناء كتابة الرواية أحس أنني أقترف شيء خطير وقد يجلب لي المشاكل، ولكن أكتبه وأحاول أن أكتبه بطريقة جميلة، أحاول أن أكتبه بطريقة ممتعة، ربما لكي تخف الصدمة، لكي لا تكون صدمة كبيرة جدا. في تجربتي عين حمورابي باش نكون صريح معك، لا يمكن أن أفصل ذاتي عن عملي، لا يمكن. على الرغم من أنك إذا لم تكن تعرفني شخصيا، وليس كصديق وإنما كأب أو أخ، إذا لم تكن تعرفني شخصيا وأجزم أن لا أحد يعرفني شخصيا، أجزم
لأن نفسيتي وتكويني النفسي العميق لا أحد يعرفه، ولكن ذاتي موجودة في العمل، موجودة من خلال حم الراس، موجودة من خلال حمداوي، موجودة من خلال الشعب، موجودة في 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 عدة مظاهر، موجودة في طريقة الكتابة. لأن الكتابة أنا عندما أكتب كلمة فالكلمة أريد لها أن تقول أشياء، ولكن الكلمة مخادعة مخاتلة، الكلمة تقول أشياء كثيرة لم تنوي، لم ينوي كاتبها يقول. أنا كتبت لأقول أشياء كثيرة، لأقول شيء معين، ولكن كلماتي تقول أشياء أكثر مما أردت قوله. معايا؟ الكلمات، النص يفضح الكاتب. هنا وين يبان؟ هنا تبان القراءة السيميائية، يبان التحليل والتفكيك. المفككون الذين يفككون النصوص يستطيعون أن يصلوا إلى هذه الأمور. أولا أبدأ بملاحظة شكلية تقريبا، أنا أول مرة سمعت بالعنوان الرواية، ما تبدأ إلى ذهني أولا أنها رواية تاريخية، أو إلى أنها عندها علاقة بالقانون بحكم أنه حامورابي شخصية تاريخية أولا، وثانيا حامورابي شخصية قانونية، أنه عنده تشريعات حامورابي معروفة وتعتبر كإرهاصات لبداية القانون الحالي. لماذا عبد اللطيف سمى رواية عين حامورابي بالضبط؟ أيضا أنا للأسف قريت الرواية على عجالة كما يقال، وبرمش مش أعودها ولكن ما أعودتهاش. ما لفت انتباهي فيها كثيرا هو أنه ربما عبد اللطيف في الرواية، يعني عبد اللطيف اللي نعرفه كشخص يعني الصديق، هو ككاتب أحسن منه كخاطب أو متكلم. وربما المعروف عن شخصيتك أنك ولا مرة ما عندكش فلتات، يعني ما نطقوش احنا نكتشف أشياء عليك، ولكن نحسوا بأنها كاينة في الرواية، يعني أنك تكشف في روايتك أكثر مما تكشف شخصيتك. هذا اللي ثانيا أنه في الرواية تحس كاين مزاجية في الكتابة نوعا ما، يعني مزاجية. لماذا؟ لأنه كي تكون قرأ في الرواية تلقاه الصفحات ممتعة جدا جدا جدا، في حين أنه تحس بأن الوتيرة في بعض الأحيان تنقص. أن الأمر عنده علاقة، لأنك أنت تفضلت وقلت بأنك تعتمد على السرد، يعني السرد التلقائي، يعني مكتوب بمبرمج ولا، يعني هل هذا هو السبب أن المزاج تاعك يأثر على طريقة الكتابة؟ ثانيا أنه الأمور اللي لاحظتها أنه عبد اللطيف أحيانا يدخل في بعض الأفكار وما يكملهاش، أو يعطي بعض النقاط وما يكملهاش. يحضرني الآن مثال، مثلا عندما تطرقت إلى نظن إلى رقم رياضي، رقم ذهبي معادلة في بوناتشي ولا حاجة هكا، لماذا ما يعني تذكرها؟ ولكن احنا انا كنت متوقع ان يصيب عندها دلاله من بعد، ولكن مثلا انت ما كملت الفكره ولا. وشكرا. فيما يخص العنوان سبق وان اجبنا على نفس السؤال. نعم. الكتاب النص لكي اجيب على السؤال الذي تحدثت فيه عن 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 وتيره العمل أو المزاج الكاتب أثناء الكتابة، بالتأكيد أنا كاتب مزاجي 100%، كاتب مزاجي. ولكن أحيانا مضطر لكتابة بعض الفصول ليست ممتعة، وأتعمد ذلك، أتعمد ذلك، لأن الكاتب حين يكتب لا يقدم فقط المتعة، هناك بعض الأشياء تتطلب الرزانة، تتطلب من القارئ أن يصبر. على سبيل المثال، وكان تقرأ أنك كان فرق، نعطيك مثالين، أمبرتو إيكو ودان براون. دان براون أي قارئ يستطيع أن يقرأه، وبلهفة ويقوم بتدوير 500 صفحة ينهيها في جلسة واحدة، ولكن أمبرتو إيكو لا، أمبرتو إيكو أعلى مستوى من دان براون لنكون صريحين، ولا إيطالو كالفينو ولا حتى تلاقو كان مستوى متباين ما بين الكاتبين. أمبرتو إيكو في بعض المقاطع قد تتثائب، قد تغلق الكتاب لأنك لم تجاري الكاتب في أفكاره. على سبيل المثال، هناك رواية تدعى مقبرة براغ، إذا لم تكن عندك معلومات عن الثوري غاريبالدي الإيطالي غاريبالدي، ولم تكن لديك فكرة عن دويلات الإيطالية، ولم تكن لديك فكرة عن فرنسا في ذلك الوقت،
ولم تكن لديك فكرة عن أمور كثيرة جاءت بها الرواية، فإنك ستغلق الرواية وتضعها في الرفوف. أما بالنسبة لروايتي فأنت محق، أنا دائما أكتب بمزاجية، لا أخطط، لا أضع مخطط ولا أضع في رأسي أن أمتع القارئ. أنا بالعكس لا أريد أن أمتع القارئ، أقولها في كثير من المناسبات، أنا أكره أن أمتع القارئ، قد أمتعه ولكن من باب ربما بصفة جانبية، ولكن بصفة أهم أن أطرح تساؤلات، أن أطرح الأفكار التي تدفعني إلى الكتابة، أن الهموم التي أشعر بها، الهموم التي تسكنني هي ما تدفعني إلى الكتابة. أما التشويق وما غير ذلك فالتشويق أحيانا قد يضر بالعمل، مثل ما يحدث مع الروايات البوليسية الرخيصة، حالما تنهي الرواية فإنك ستتركها لأنك عرفت الجوهر، أي الجوهر الرواية هو أن تعرف من القاتل. ولكن الروايات العميقة والحقيقية هي الروايات التي تدفعك إلى التساؤل، تدفعك إلى التفكير مجددا في العمل، لماذا قال ذلك، لماذا لم ينهي تلك الفكرة، لماذا قال ذلك. أما بخصوص الرقم الذهبي فالرقم الذهبي هو نسبة عن تناسب الحضارات القديمة. أنا عندما ذكرت الحضارات القديمة، هي بالمناسبة أنت تحدثت عن روايتي رواية تاريخية معاصرة، لأنني تحدثت الرواية التاريخية فيها عدة مستويات. رواية تاريخية لماذا؟ لأنني تحدثت عن شخصية من 1835، كان هاينريش فون ماتسر رحالة ألماني، كان معاصر لأمير عبد القادر، التقى بالأمير عبد القادر وكان له صولات وجولات في شمال إفريقيا، إذن هو شاعر وإلى غير ذلك. أما مرحلة التسعينات فالمرحلة التي جرت فيها الرواية هي من 1985 حتى 1992، إذن هذه فترة تاريخية معينة من شمال إفريقيا. وعندما كتبت الرواية لم أكتب عن الجزائر، لأكون صريحا معكم، لم أكتب الرواية عن الجزائر، كتبت الرواية عن شمال إفريقيا لأنني متأثر كثير بالأنثروبولوجيا. اليوم نقول الجزائر، زمان كان يقول النوميديا، من بعد ولات نوميديا الشرقية، نوميديا الغربية، ومن بعد شا كانت. إذن هذا الحدود، أنا عندي مشكلة مع الحدود، هذه الحدود تفرق، الحدود تضع حاجز هي مثبط لنمو الثقافات ونمو الأفكار وتصالح الشعوب. أنا عندما كتبت الرواية كتبتها بصفة عامة عن تونس، ليبيا، الجزائر، والمغرب، وموريتانيا، هذه الروافد الثقافية. شمال إفريقيا غني جدا بتاريخه، ربما أغنى من المشرق، لأن عندما نتحدث عن أركيولوجيا، أقدم مدينة في المشرق هي مدينة حيفا، 9000 سنة قبل الميلاد. نعم 9000 سنة قبل الميلاد. عندما نتحدث، هذه أقدم الحفريات، أقدم المدينة، باش نهضروا قبل ميزوبوتاميك، اللي يعرف هذا المصطلح. بصح لو كان نشوفوا قبل، كان كاين بار اكزومبل حنايا في الصحراء عندنا مدينة سيفاكس، إلى يومنا هذا مازال ما فهموش كيفاش كانت، وكبيرة في الصحراء. حنا لازمنا إعادة قراءة التاريخ. أنا ما نقولش شمال إفريقيا أغنى ولا أعرق ولا لا، أنا نقول باللي التاريخ البشري لازمنا، ما كاش تاريخ ثابت، ما كاش تاريخ فوق تاريخ، ما كاش نقولوا حضارة أفضل من حضارة، هي كان تتابع حضارات هي تابعة للفكر البشري بصفة عامة. نحن كبشر نتقدم ونتأخر ونقف في مرحلة معينة، ولكن ما يهمني هو الإنسان الإفريقي، الإنسان في شمال إفريقيا. احنا عندنا بزاف مشاكل عصبية، يعني يقول لك انت امازيغي، انت يا عربي، انت يا تا، ولكن المشكله اللي تطرقت لها انا في الروايه مشكله جوهريه، تحدثت عن الانسان البدائي، انسان الكهوف، تحدثت عن الانسان الاوروبي،
كيفاش تحاور مع حمر راس في المأدبة من كانوا في المأدبة، كيفاش الأهالي كيفاش يشوفوا الأجنبي، الأهالي كيفاش يشوفوا اليهودي، اليهودي كيفاش يشوف الآخر، النازحين، الجار كيفاش يشوف الجار. إذا هنا باش نعرفوا باللي احنا رانا نكيرين، احنا رانا نصنعوا في الفروقات، هذه الفروقات، هذه الحدود موجودة نضعها في أذهاننا. أنت مغربي أنا جزائري، أنت تونسي أنا ليبي، أنت أمازيغي أنا عربي. هذه حدود أيضا، وحدود أخطر من الحدود التي موجودة على التراب، وأخطر من الألغام. إذا الألغام الموجودة في رؤوسنا أخطر وأطول أمدا وتأثيرا على المجتمعات. شكرا عبد اللطيف التدخل. نظن حان الوقت باش نختم الجلسة. شكرا على الجمهور وعلى الحاضرين معنا، شكرا اللي شرفتونا، نشكركم مرة أخرى على اللي شرفتونا بالجلسة تاعكم، ونشكر كل الشكر لعبد اللطيف على قبول الدعوة، وإن شاء الله تكون يكون هذا أول لقاء وليس الأخير. كما قلت اليوم تم كان التدشين للنادي الأدبي الطبق السفلي اللي هو فرع من جمعية بوتشافت، وحنا رانا مفتوحين لأي نشاط أدبي مهما كان. إن شاء الله نزيدوا في مستقبلا نوع من الأنشطة ويكون حضور أكثر حتى نزيدوا بسمعة هذا الجلسة. إذن ما بقى لغير نقول لكم نتلاقوا في حصة أخيرة في الطبق السفلي، وشكرا.